تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذه الحلقة من برنامج منبر المواطن. أعزائي المشاهدين، توفيق من الله لأولئك الذين خصهم بالفوز والظفر في قرعة الحج لهذا العام لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام. على عجل بدأوا في الإجراءات التي تمكنهم من تأدية هذه الشعيرة في ظروف مقبولة. ولكي نقف على أهم الإجراءات والجديد لهذا العام، نخصص حلقة الليلة من هذا البرنامج ونتساءل: هل سيحظى الحجاج هذا العام بخدمات تنسيهم ما مروا به من مشاكل في الأعوام السابقة؟ ماذا عن جديد الإجراءات الضابطة؟ وماذا عن تحسن الخدمات؟ ما هي طبيعة العلاقة التي تحكم بين القطاع ووكالات الحج الفاعلة؟ ماذا عن الأسعار؟ وكيف يتم التحضير عمليا لعملية الحج حتى تختلف عن سابقتها؟ أسئلة أطرحها على ضيفي الكريمين في هذه الحلقة. السيد طه الولي، الولي طه معذرة، مدير الحج بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أرحب كذلك بالسيد أحمد العلي وهو نائب رئيس اتحادية السياحة، مرحبا بكم. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في مستهل هذا اللقاء، نبدأ بهذا التقرير ثم نعود. الحج الركن الخامس في الإسلام، توجه وقصد بالقلب والجوارح لتأدية مناسك بيّنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مكان محدد هو مكة المكرمة، وزمان معلوم هي أشهر الحج، زمان أزف وحان أوانه. فبدأت السلطات المعنية في تنظيم موسم الحج لهذا العام، من أجل ذلك أعدت قرعة بثت على الهواء مباشرة لاختيار حجاج وفد الوزارة، وفد سجلت لنيل فرصة الانضمام إليه قرابة 6739 مقسمة على ولايات الوطن. منذ أيام والفائزون في هذه القرعة يتوافدون فرادى وجماعات يأتون من كل فج من فجاج الوطن إلى مراكز تسجيل الحجاج في العاصمة، مركز ابن عباس للقادمين من الداخل، والإدارات الجهوية للشؤون الإسلامية في ولايات وأقشوط الثلاث لسكان العاصمة. فما الآليات المتبعة من قبل السلطات المعنية لتنظيم موسم الحج لهذا العام؟ وما السبل المتبعة لضمان حج آمن وسلس لحجاجنا الميامين؟ مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. سيد المدير، طبعا نحن كما تابعنا في هذا التقرير القرعة تمت، الإجراءات بدأت، الفترة الزمنية أليست ضاغطة؟ ويتساءل الحجاج هذا العام ما جديد الإجراءات؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في المبتدأ أشكر قناة الموريتانية على الفرصة التي أتاحت لنا، ثم أهنئ الحجاج الفائزين بالقرعة، وأهنئ الجميع بعودة هذا الموسم بعد انقطاع سنتين بسبب الجائحة. أما بالنسبة للوقت، ففعلا الوقت هو أكبر تحد يواجه الحج بشكل عام عبر العالم. يعني هذه في العادي أن القرعة تجري قبل رمضان، وهي جرت الأسبوع الماضي، ولكن مع ذلك نحن بحول الله عازمون ومصممون على أن نكسب هذا التحدي. ولذلك عندما أعلن عن الحج في وقت متأخر، اتجهت بعثة إلى الديار المقدسة وقامت باللازم فيما يتعلق بإجراء العقود على السكن والإعاشة، واستطاعت بحمد الله أن تكسب في ذلك مكسبا لا بأس به، فكان السكن مميزا
من حيث النوعية، وقريبا جدا من الحرم المكي، من الحرم المدني قريبا جدا من المسجد النبوي، وأيضا أقرب من المرات الماضية بالنسبة للحرم المكي، وأسلس وصوله. وأيضا من الإجراءات التي أضفنا إجراء لإعاشة. أعتقد في السنوات الماضية وفي المواسم الماضية لم تكن الدولة تتكلف بإعاشة الحاج في مكة والمدينة، وإنما كانت تقتصر إعاشة الحاج في المشاعر المقدسة. وبعد كثير من الرأي حول هذا اتضح أن ترك الحاج يسير بدون إعاشة في مكة والمدينة أنه حقيقة نوع من التنازل عن المسؤولية عنه، لأن الحجاج أغلبهم يعني أغلب الحجاج ما بالضرورة عنهم يعودوا متمدنين حتى، ولا بالضرورة عنهم يعودوا أكثر ارتباط، وياسر أن يعود قضية التغذية وقضية يعود قاع ينسى فيها راسه خلقة مرات، والمنطقة اللي هم فيها ما هي منطقة مطاعم شعبية، وبالتالي لا يكلفهم ذاك عنهم، لا يهتموا يوميا يمشوا الصبح والغداء والعشاء، يهتموا يمشوا خارج المنطقة المركزية بحث عن المطاعم الشعبية، وإذا كامل ما يجعلهم ربما محصنين من 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 على أي حال ما يجعلهم يحصلوا على الوجبات الصحية المطلوبة. وبالتالي تم التعاقد مع مؤسسة مختصة في المجال لتقديم الوجبات للحجاج، ومراعاة ما أمكن الذوق الموريتاني في ذلك، وربما وهذا مما زاد تكلفة الحج التي سوف نتحدث عنها لاحقا، لكنه كان أمرا ضروريا. طيب نعم. سيد أحمد، الحديث عن الحج يتجدد معه الحديث عن الوكالات الفاعلة، اللي طبعا هي والقطاع الوصي شريكان في هذه العملية. يتحدث البعض عن غلاء في الأسعار، ما مرده؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. شكرا لموريتانيا على هذه السانحة، لحقيقة مهمة وفاقتها لنارة الرأي العام كامل حول أمور الحج اللي هي حديث الساعة غرق، وهي اهتمامات غالبية المواطنين، ولذلك ينبغي أن تعود الصورة واضحة. وشكرا على السؤال. القطاع الخاص قطاع الحمد لله بالتعاون بشكل عام مع الحكومة استطاع لأنه يثبت لأن في مجموعة من الوكالات عندها الخبرة والقدرة لتنظم الحج تنظيم مهم، والمتتبع لمسيرة الحج يعرف على أنه تم الرقي بمستوى الخدمات من أمور بعيدة كانت إلى أن عاد الحمد لله الحجاج الموريتانيين في الظروف اللي فيها حجاج العالم كامل من اللي نعرفه الوضعية الجايين منها. وهذا اضطرادا سواء كان حج البعثة ولا حج الوكالات، ولكن بالطبع لأن حج اللي تشرف عليه إدارة الحج هذا حج اجتماعي، أول مستهدف فيه بعد قاع الناس اللي ما قد حجت، وتتحمل فيه الدولة أعباء وتكاليف معينة، إياك توفر لهم حالة قد يقوموا بذر الركن وذي النسك اللي ذهو اللي مهم. وفي نفس الوقت حج الوكالات ينبغي على أنه يعود يوفر مستوى من الخدمات أشبه من ذاك به اللي مستهدفته مستوى ثاني معين من الناس، ويمشي بالطبع من المستوى المتوسط وفوق المتوسط وعد مستوى الخدمات لدور الحاج يسوي شنو. هذه العلاقة والشراكة ما بين قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والقطاع الخاص مرت بعدة مراحل، غير بعد توجد من 2018 باتفاق شراكة ما بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والاتحاد العام لأرباب الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين مجسد في اتحادية السياحة، وهذا الاتفاق اجعل طورت العلاقة من بعض المراحل كانت قطاع الشؤون الإسلامية يضيع له ياسر من الوقت في المباركة مع الوكالات وفي اختيار الوكالات وفي متابعة الوكالات، وهذا حقيقة عبء ثاني وأمور أخرى يضيع فيهم قاع كان ياسر من الأمور، غير بما أن الوكالات منخرطة في اتحاد واحد قد نقول هون
وعلى مسؤوليتي، يعني 99% لأن 100% قاعد ما تصح تامة، يعني 99% من المعاملين في المجال منخرطة في اتحادية السياحة ومنخرطة عن وعي به. اليوم اللي نقول الأمور التنظيمية مدة كاملة ما تنجح في القطاع العينها فيه، تحتاج على أنها تتنظم وتحمل مسؤولياتها. وهذا الإطار هذه الشراكة ربحنا فيها كاملين، ربحت فيها الوزارة على أن عاد عام هامها شريك واحد ضامن وعارف ذا الواحد فيه، وربحوا الوكالات الملية على أنهم عادوا يسيروا شأنهم بأنفسهم وفقا بعد إلى الآن لا المساطر اللي كانت متبعة من من من, من 2000 وزيادة إلى بداية ولوج الوكالات للقطاع. غير بعد الشيد السنة هنا قدم كامل تشكرات القطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على أنه في إطار الإعداد الموسم اللي كنا كاملين في وضعية معينة نتيجة انقطاع الموسم للسنوات التالية ما نعرفين قاع شنو، غير بعد بتوجيهات وإشراف مباشر مع عالي وزير الشؤون الإسلامية إن زمن إحنا كشركاء نناقشوا ونحضروا إذا اللي يا الله يجاوب على الأسئلة اللي طرحتها لك، شن هي الإجراءات اللي تقد من خلالها ومن خلال تحضيرنا ومن خلال ذاك اللي نقدر نحسنوا به القطاع كان. وبالطبع لأن شفنا مستوى ذاك اللي جيد يا الله يحافظ عليه، ومستوى الإخفاقات نحاولوا على أن نغطوها سواء على المستوى كامل ونفهمه كامل على الحج، مسؤولية قاع أصل من مسؤولية السلطان من يوم ما فرض الحج، وعلى أنه مسؤوليته الأولى تقع على وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وإحنا بالطبع شركاء معاها. وعززنا ذاك على أن ذيك الشراكة جسدت اليوم ببروتوكول اتفاق من 20 مادة من عند المادة واحد لليوم إلى الأخير يخدم كامل الحاج من اللي حكما هذا البروتوكول داكور عبارة عن دفتر التزامات يضمن للوزارة على أنها أمام شريكة اللي هو اتحادية السياحة بند في بند في مستوى التسكين، مستوى المسؤولية، مستوى الضمان، مستوى الإجراءات كامل، حتى وحدت عن طريق دراسة فنية قمنا بها كاملة. وكيف قلت الهدف منها ذاك اللي كان يعدل نحسن منه، احنا ما نعترفوا كاملين على ان منظومه الخدمات المقدمه للحجاج في السنوات الاخيره تم تطورها من اللي جايين كاملين من وضعيه معينه، يا غير نجاحنا اليوم بعد ان نرفعوا مستوى ذيك الخدمات بالمستوى اللي كانت فيه الاشياء ثانيه. وهو اللي كان ضارك يا سراد المدير اعلام فهم كان بعض النقص يعاني منه الحاج، قضيه الاعاشه وقضيه القرب وقضيه قدر من المسائل، هذا وراعه كامل راعوهم على مستوى ذاك اللي فاتوا عدلوا، وهون نهنأهم كقطاع تماما. يلي نعرف الفنادق اللي عادوا فيهم في المدينة وذاك اللي عادوا فيه في مكة، وقطع عن قضية الإعاشة ضرورة اليوم تماما، ضرورة قاع كانت غير ضرورة ما بعد كوفيد، به اللي المنطقة المركزية اليوم خالية من ياسر مشي اللي للآن قطاع السياحة على مستوى المملكة العربية السعودية ما فات الحق مرحلته ليالله، لذلك ناقص مشي ولا يقدر يعود حاج جاي بعد الفجر ما عنده حالة يفطر بها، وجاي بعد الظهر ما عنده شكي من ذلك بعد الإعاشة. إحنا على مستوانا من خلال المنظومة اللي تضبطنا والاشتراطات اللي علينا لا تبارك نحن من اللي على مستوانا دخلنا، بالطبع الأمور جاءت متأخرة به اللي قدر من القضايا واتضح قاع الليل الأسبوع الماضي، تعرفوا أن حكما تم الإعلان عنه في مجلس الوزراء ما قبل الأخير، ودخلنا في بعض الأمور نحضروا به. ولذلك الأسبوع الماضي عرفنا من هم الوكالات اللي يالله يعودوا عندهم حصص، يا غير بدأنا من اللي نرتبوا ما بعد ذلك. بعد ذلك شنو؟ وهذا هو النختير يعلم به الجمهور هون. قطعا شاعت شايعة التغالي في التسعيرة، ولا ينوقفون ونقول على انه على مسؤوليتنا على انه ما هو مقبول تماما. والاول واقف 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 ضده احنا كقطاع خاص، اولا ما يخدمنا، واولا ملي احنا عندنا ضوابط معينة امام شريكنا تحكم علينا، والعقد هو شريعتنا المتعاقدين، وفي نفس الوقت الدولة ملي حاضرة، وعلى ذلك الاساس كل شيء قاعد قدين قبل اعلن لان الغلاء قاعد غلاء التسعيرة في ما كان هذا التاجر قاعد اللي سليم ما يلا يوحل فيه، الله لا يوحل في السمح ويوحل في شيء سليم، فمن باب اولى يا مواطن ماشي له يعدل ركن من اركان الاسلام، وقد يكون لاول مره وقد يكون ما معروف قاعد باش محصل امور. ولذلك احنا والوزاره حددنا التسعيرة، حددناها على معايير كانت عندنا ثابته، حتى اعلنا لا نفس التسعيرة يلا تعود مقارنة مع الزيادات اللي جات طبيعية. احنا سنة 2019 كانت تسعيرة الحج على مستوى إدارة الحج 1,492,000، كان عند الوكالات 2,200,000، معناها فين فارق 700,000 اللي بالطبع احنا عندنا تكاليف وعندنا أمور معينة وعندنا خدمات تزيد. هذا هو الحج اللي ما فوق المتوسط. نظرك نحسب على أنه
البعثات في المتوسط من الخدمات، يلا عود الوكالة واضعة تحت تصرف الحاج الطبيعي حج أشبه من حاج الوكالة اللي هو ما فوق المتوسط، هذا محدد بدي التسعيرة. يبقى الصف من باب مجال ثاني مفتوح اللي رقاش يدور خدمات إضافية، اعلنوا حد يبقي لنا يلا يقدم له لنا، حد يبقي خدمات إضافية مفتوحة ملي يعدل لهم الحق، كل خدمة لها تسعيرة وفي ذا الإطار. احنا عندنا دفتر التزامات أمام الوزارة، كذلك كل وكالة اليوم مستفيدة من الحج على مستوى اتحادية السياحة مقعين معاها مباشرة دفتر التزامات، حولنا فيه نفس الالتزامات اللي علينا عليها هي مباشرة، هي مسؤولة أمامنا احنا، ومحدد فيها التسعيرة ومحدد فيها اعلان كل وكالة أي حاجة الوكالة، وهون نختار ننبه عليها المواطنين على الحد اليوم متقدم الوكالة، أولا يا الله يعرف أنها وكالة عندها الحج، من السوق فيها أسم الوكالات ما عندهم الحج، ويا الله يبعد عن السمسارة، ويا الله يبعد عن الناس اللي تقد تبيعوا ولا تبيعوا قاع مرتين لرجال ثاني، يا الله يتواصل مع أهل الوكالة مباشرة ما جايبهم لوحد هي الأولى، ونين يجي ملي يا الله ينظر على باب الوكالة كان من باب الوكالات اللي مرخص لها هذه السنة، منين تعود عليها ذاك ستيكر الأصفر معناها المرسق الأصفر اللي حدد التسعيرة ويحدد أنها مرخص لها ويحدد إجراءاتها كاملة على بابها معناها أنها مرخص لها، منين يجيهم ملي ويتوافق معاها ذاك اللي يتوافق معاها يا الله يتوقعوا معاها في عقد مكتوب مقعت الوكالة ومقعته هو يا الله تعود عنده هو نسخة، والوكالة ملزمة بتعطينا احنا منه نسخة كاتحاد السياحة بإطار دفتر التزامات اللي وقعنا إياكاش إياك تعود عندنا صورة واضحة وعند المواطن صورة واضحة ونأكد وزن نظر ذو الأيام علينا أبواب التظلم مفتوحة، مفتوحة ظهرك ومفتوحة ساعة، أي رقاج عنده استشكال في ذي الأمور كاملة الله اللي من أبواب اتحاد السياحة مفتوحة احنا كنها ودارة الحج اللي مفتوحة يجي وتوضح له الأمور بما بينه وبإذن الله في متابعة فيما يخص زيادة التسعيرة وذيك الأمور الطبيعية مثل إن شاء الله تعالى نذكرها في دور ثاني إن شاء الله. طيب سيد المدير، قد المواطنين يقولوا خاصة الناس اللي فايزة العام بالقرعة على المليونين وقريب من 300 على هذا ابتين عليهم نوعل عليهم ويطرحوا السؤال إذا كان الخدمات لا تعود في المستوى له مستوى الزيادة مستوى السعر له، وخاصة أنهم يعانوا منذ الانطلاقة يا قاع يمشوا من هون يجبروا قدر من المشاكل بهم اللي يتم استدعاهم معي ويعطوا نهار تام والله 15 ساعة هم في الانتظار ما وصلوا للمطار وقدر من الأمور اللي ما هي ممكن. طيب بالنسبة أنا عندي نقطتين غالي يعني أرى نتكلم عنهم حول هذا، أولاً قضية الغلاء وقضية الضمانات، ضمانات الشراكة بين نحن والخلطة في القطاع الخاص. قضية الغلاء ما بالضرورة قاع أنه زايد خدمات مع أنها بعد زايدة، يغير ما هو راجع قاع لزيادة الخدمات، خدمات زادت بدل اللي قلت عن التسكين عنه نوعي بحول الله تعالى وعن الإعاشة اللي تعود متوفرة فيه وقضية الإعاشة ما كانت موجودة، هذا قاع ما هو الغلاء، ما هو سبب الغلاء الوحيد، ونحن ما ندارينا مهرين إياك نغلو غير الغلاء كان موجود عنده أسباب ما ذهي نحن خارج بعض الخدمات عندنا أهوان هي ضرك من الحجة الماضية والطيران والسكن أهوان عندنا السكن ما هو أعرف من ذيك الساعة والطيران أهوان قريب من 100,000 حق قريب 100,000 عندنا 680,000 العقد اللي عدلنا مع شركة ناس 680,000 والحجة الماضية كان 760,000 760,000 وقيه كان ب 2060 دولار وكان 2060 دولار وورك 1800 وشوي دولارات يغير بلوقيه 680,000 قديمه كان 680,000 قديمه المهم الفرق بينهم في الهون عن اهون هذه بقريب من 100,000 والسكن ما وعر عن كان. طيب مرد الوعر جاي مناش ثم أربع أسباب وخارج عن إرادتنا فعلا لا نقول عنا نحن في مفاوضاتنا من أجل إبرام العقود عنا بذلنا كل الجهد نقول عنا بذلنا كل الجهد ملي من أجل أن ننالوا فعلا خدمة جيدة لكن بأرخص سعر قد يصل للحاج الموريتاني وندرك فعلا ندرك أن الحجاج أنهم فيهم ياسر شيء يجمع بين الباطل المحيطات نعرفها كاملة لا من نفس المحيط شيء يجمع له سنوات وشي عنده بقرات بايعهم وشي عنده زوايل وشي عنده وشي مهلا وضعية تحتاج فعلا أن حد ينظر لها
وعنها ما تعود حد سار فيه يدو يغير فهم أسباب. السبب الأول اللي قالوا شكل مطوف اللي هي مجموعة الخدمات اللي كان يقدم اللي كانت تقدم مؤسسة الطوافة السعودية. شكل مطوف المرة الماضية كان حوالي 2000 ريال وارك 5656.88 ريال اللي هو قريب من 600,000، معناها زاد بقرابة 400,000 شكل مطوف وحده. ضيف لك أن جميع العقود والخدمات الضريبة عليهم في سنة الحجة الماضية 2019 كانت 5%، وارك ارتفعت الضريبة عاد 15%، معناها جميع العقود والخدمات عاد 15%. السبب الثالث هو الارتفاع الموجود في الأسعار عالميا اللي خلق حالا في الإعاشة وفي كل شيء، كل شيء مرتفع، الأسعار واضح أنها مرتفعة عالميا في كل شيء، خصوصا لا يتجسد ذاك في الإعاشة وفي هذا. وفطن السكن كان الحصول عليه بالسعر ما هو سهل، به اللي ياسر من الفنادق ما عندها تصريح الحجر لأن عاقبها كوفيد، وياسر من العمالة كان ما هو فهم كان ماشي، وحتى تجديده وكان ياسر منها ما عنده ترخيص الحج وبالتالي كان المنافسه بينهم قويه. السبب الثالث والله الرابع وراء زياده السعر هو وجود هذه باقه الاعاشه اللي اصبحت موجوده في مكه والمدينه. كان اللي في الحاجات الماضيه كانت لا اعاشه المشاعر فقط، معناها هذوك الايام الستة والله الخمسة بالنسبة للمتعجلين كانت تلك الأيام هي وحدها اللي الدولة تولى فيها إعاشة الحاج. والسبب في ذاك حسب باطل وسطنا عنهم الحجاج دائما يعودوا منين يتولى حد إعاشتهم، أنت عارف هذه وسائل التواصل الاجتماعي وذا واحدين عياوة يصوروا شمن اللي عاش، واحدين منهم عياوة يعودوا قاع ما بالضرورة أن يعود ذاك اللي يقوله هو مستقل بالضبط، ولكن المهم انه يخلق مستوى من احراج القطاع والله شيء في قضيه ذاك. على حال نحن نعتبره انه مسؤولين عن هذا الحجاج، ويسوى لا يخلق، نحن بذلنا جهد عن تقدم لهم احسن الخدمات في مجال الاعاشه، غير ملي حقيقه نحن ندرك ان رضا الناس غايه لا تدرك، وندرك ان المسؤوليه تقتضي فعلا تحمل اعباء اعاشتهم. والعادة فمدا نعرف عن الناس قاع لعاشة الخيمة الواحدة دائما يعودوا في العاشة لا يعودوا ماهم تناظر غير بعد على الأقل الحاج يعود مستراحة توفر له أجواء الراحة والطمأنينة. وفي النهاية المسؤول ابن حزم قال 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 عن قال من ولي شيئا من أمر الناس فعليه أن يتصدق ببعض عرضه فإنه لا محالة مشتوم ولو واصل الليل بالنهار. حتى ولي الأمر العام مهباس الله له ينقال ياسر من الكلام الخاسر ويسمع ياسر من الشمكات صمغ، غير في النهاية يتحمل المسؤولية والله يتنحى عادي طبيعي، وبالتالي متحملين المسؤولية يعني. إذن هذا في قضية وعلى الأسعار. في قضية الشراكة بين نحن والخلطة في القطاع الخاص اللي نقول عن فعلا عن عملية الحج الآن عنها تحلق بهذين الجناحين، غير الوزارة تسير جزء من الحج تسير بشكل مباشر، غير جزء الحج اللي عندها الخلطة مسيرته وإن كان بشكل غير مباشر. هذا البروتوكول اللي قالكم السيد احمد في قضيه اللي وقع مع الاتحاد الوطني لارباب العمل اللي وقعته الوزاره والاتحاد الوطني واتحاديه السياحه اللي تابعه له، هذا البروتوكول فيه 20 ماده كيف قالكم وكلها ضمانات لصالح الحاج، منها قضيه هاي التسعير ولا نقول عن الوكلاء حد منهم تصرف خارج عن النطاق عنه يتحمل مسؤوليته امام القانون، وعن الحاج يلا يشكي يلا قدم شكوى منه منين يعود اللي ما فهم عقد اضافي. هذا تحديد التسعيره ناص عليه البند 5 من الاتفاق اللي بيننا معهم، عن يلا التسعيره تعود موحده بين يلا تعود موحده ليك، معناها متوافقين نحن عليها نحن هما ما يلا هما يقبضوا ويعدلوا تسعيرتهم بدون اتفاقنا معهم، وتوافقنا معهم على تسعيره 2,941,000 هاي اللي هما في تسعير الحجه العاديه. وينص ما يتعلق بذلك الاستاذ احمد نعم لعاد الحاج يدور خدمات عن عن البند 15 ينص على تحرير عقد اضافي عقد بالخدمات، هذا البند 15 من الاتفاقيه على عن منين يعود الحاج يدور خدمات اضافيه. نعرف الحجاج السنه الماضيه والمرات الماضيه كانوا حجاج يحجوا ب 6 ملايين، واحد الحاج يحج ب 6 ملايين، خارقين واحدين يعادلوه، وخارقين واحدين بهلا، وخارقين واحدين باربعه، حسب الخدمات اللي دور.
خلق واحدين في براج الصفوة يخترعوا له مطلين على الكعبة، يخترعوا له في بلد طبعا ما هو متاح للحاج العادي ولا يقد ذاك طبيعي. غير تعود هذه الخدمات لدار الحاج تعود موضع اتفاق مكتوب يحرر به عقد بينه هو والوكال، ولا يقولوا عن نحن من أجل ضمان ملي من أجل ضمان هذا ضمان تنفيذ البروتوكول عنا نصينا في البند اللي عندنا في البند 19 على ضمان مصرفي من عند الاتحاد الوطني لأرباب العمل، ضمان مصرفي بقيمة 200 مليون يندار تحت يد الوزارة، ما هي ماسته مغطي فم إلى آخرك شمن التنازل عن المسؤولية، تعود الوزارة تتصرف في توفير تظلمات الحاج، وهذا ضمان مصرفي ترتفع عن وليد وراء شهرين من موسم الحج. وطبعا هذه من قيمة التعامل مع الاتحاد، بدل عنك تتعامل مع كل وكالة الوكالات طبعا ما هم بقدرة الاتحاد اللي قد يوفر ياسر من الضمانات، والله بعد ياسر منهم يحتاج فعلا مهلا قدرته على الضمانات للحاج، يتعود ما ياسر قد يوفر حج قد يمشي بحج غير الضمانات الكبرى وهذا اللي يتحمله، وبالتالي يتحمله هون الاتحاد الوطني لأرباب العمل الملتاني. ما يتعلق بالحصص اللي يحصلوا لها الوكالات، الوزارة موجودة ولا ما هي موجودة؟ اي طبعا تقسيم الحصص. اي طبعا البعض من هذه الوكالات يقول عن التقسيم، عيني عليك انك على تقسيم الحصص، الحصص بين الوكالات نعم. ما هو ذا اللي نعطانهم لا تقسيم اللي نعطانهم مصر. شوف التقسيم خارج نوعين، خارج التقسيم الاولي اللي هو ذا اللي وعد القطاع الخاص، لا هذا اللي وعد القطاع العام، هذاك واضح التقسيم الاول. بالنسبة للتقسيم الثاني فهم معايير محددة مسبقا عندهم حسب الأقدمية، وحسب أيضا المدى الزمني. يتحدث البعض عن هذا الارتفاع الحاصل في الأسعار، على أنه أثناء توزيع الحصص للوكالات الوكالات اللي حقيقة على الأرض وفاعلة وقادرة على تعدل الحج له، على انها تمت مزاحمتها من طرف وكالات اخرى تعود قاعد ما عندها وبالتالي جبروا عدد اقل وجبروا ذوك، وبالتالي خلق التشتيت عدوا ذوك الوكالات يتشتروا. هو منين تخرص؟ التوزيع، اي توزيع لابد من راعي، معايير، لابد من تعطيه معايير. من تعود ما في معايير لا يعود هذا ظلم، يعود ما يقد حد، ما يقد حد ما هو رواية تقد تمشي في دولة ولا مجتمع ولا شيء صالح. فمعايير، هاي المعايير من أكبرها ومن أهمها الأقدمية والجدارة، معناها الملف الأبيض، والقدرة اللي مبينة. وطبعا الوكالات فيها ما هم واحد، خارجين واحدين عندهم مستوى من الجدارة أكثر غير مولي. لا تنسى عن هدف الدولة من الإشراك هذا هو مستوى محاولة إنهاض القطاع الخاص، معناها ولذلك تجبر بعض الوكالات جبرتها رقاجين، وبعضها جبرتها هلال، وبعضها جبرت محق عنها. هو الأقل عندكم رقاجين والله ها؟ رقاجين ونص، هذه مثلا فلسفتها الأخرى كيف ينقسم رقاج، كيف الحال ينقسم رقاج، نحن نشرح لكم هذا كما أشار يغير هذه قضية معيارها قضية التجميع فيما بعد. قضية التجميع فيما بعد. طيب إشكالها؟ هذا إشكال ظاهر لي بأنه المتتبع شأن الوكالات كامل يعرفه. كما أشار السيد المدير، هذا التقسيم اللي يعدل على الوكالات انضبطت له بعض الضوابط وبعض المعايير من 2006 7 8 9 إلى، وانضبطت بصفة مشتركة ما بين قطاع الشؤون الإسلامية وزارة السياحة، وحنا كفاعلين في القطاع وفهم سلم تنقيط، وهذا قاعد هو المتبع في العالم كامل. فهم سلم تنقيط يضمن لأن الوكالة تدخل، كان بالطبع لأن فهم تنقيط وفهم بعد قرعة، وهذا تقريبا عاد عمره بعد ممارسته ما يزيد إلى 13 سنة تقريبا في ذاك اليوم ذاك، وانضج من النضج لين عاد قاعد كل رجاج يعرف ذاك الله يجبر ويعرف لأنه عنده الحج. ومن سنة 2018 إلى بالطبع لأني هون نقول لأن للأسف خالق سنوات وغرق القطاع بقدر من التراخيص اللي تقدر تعود ما هي مدروسة. احنا كقطاع، احنا كعاملين في القطاع اشتكينا منها حتى، وهون ننبه
لأن تقدمنا في قدر من الأمور مع قطاع السياحة من أجل غربة القطاع ووضع ذلك الأسس به اللي هو رقاجة منين يسلم ترخيص مقرر من الوزير اللي مسؤول عن الترخيص، معناها على أنه تتوفر فيه شروط معينة يعني يقبل حتى ترخيص نهائي مقرر مقع وزير السياحة، هذا معناها أنه مباشرة له مقر، ومعناها أنه له عمال، ومعناها أنه يدفع ضرائب، ومعناها أنه مؤمنين عمال، ومعناها أنه هذا هو الإجراء اللي قبل ما يجبروا يهزم الله تعود فهم لجنة التفتيش تعدل بشكل اليوم روصا يلا نعرف وضرك على القطاع له سنوات في كارثة معينة. وأشار سيد المدير وأشار ليلة الوزير على بالطبع الدولة جزاء الله خير والوزارة رفعت قاع زادت الحصة اللي نجبره بين اللي جبرنا 50% تقريبا من الحصة، احنا المرة الماضية ما هي عندنا نظرا فعلا فهم القطاع يحتاج لفته ويحتاج القيام أهله، قطاع مشغل وقطاع عايش فيه ياسر من الناس ويؤدي خدمات اللي مهمة مفصول فيه وقرر له دعم ولاين لا أي فرصة أجبرتها بفخامة رئيس الجمهورية بحدود المليار كان مطلوب منه ينعش القطاع إياك ما يطلس عماله وإياك يعودوا في ضربية معينة، وللأسف إلى الآن ذاك الدعم اللافن ما زال دون بعض العراقيل وانتهز الفرصة بعد لأن الجهات المعنية كاملة ذكرها بعد ذاك الدعم مفصول فيه. لهذا قطاع حقيقة احنا نسمو الحاج زارك وكالة جابرة حاجين، هذه رواية وهي حاجين قاعش لا يعود فيهم وكالة أربع عامين والله ثلاثة وهي وفضعي معنى تدفع إشارة وتدفع قدر من الأمور هذه. إذن فهم ذي اللفتة ومهمة اللي القطاع الخاص من ما يجبر الدعم من الجهات الرسمية ما هو خالي وخاصة في القطاع يغير اللي في نفس الوقت القطاع الخاص يا الله يعود على مسؤوليته. وهنا نأكد على أن احنا كاتحاد واقفين أمام أي مسلكية وأي شيء ما هو سليم كان ونعرف هذا الموحول فيه. إذا على سبيل المثال هذه الحصة اللي جاتنا 750 نقول هون للمشاهدين إعلان خالق 725 حاج فيه كلنا قاعد أعرف حصته منه بها اللي الآن قسمت 50% خالقين شي كان يجبر 20 يجبر 10 خالق شي كان يجبر 15 يجبر 7.5 خالق ذي نص اللي بعض التهيش عليه. وإذا في الأخير كان إحنا دورة التجمعات اللي دارة لا يتعد حوالي خالق 700 لا يتعقب في 7 وكالات هي الضامنة وهي المؤطر وهي المنظم أمام نحن وأمام الوزارة وأمام السلطات السعودية به اللي الحصة قاع ما تقدر تنقص عن 50 ما تقدر تعود أقل من 50 وإحنا قاع ذرك ضيق الوقت وقدر مشي قلنا لهم قاع وجهناهم كامل يعني يعود 100 وحوالي 700 وكالات هي المنظمة الحج هذا هو اللي يجعل إعلان منين تعود فهم 5 هي وكالة كانت جابرة 5 قلعتونا معناها هذه النص معناها أنه يقول الوكالة الثاني بناتهم 5 وهم مشتركين في نفس التنظيم معناها أنهم وضعيتهم بسيطة ما في إشكالية. إذا شبقى ورا هذه 725 كلها كان يعرف حصته وقعت 25 أي 25 ملي تم القرعة عليها شفافة واضحة نهار جهار على 10 من الوكالات مرقتونا كان عنده 2.5 بمعنى الحصة التحتانية 2.5 أنا هذا خليك بطريقة شفافة وإحنا هو اللي نسيره. وهذا من المسائل الملي اللي حقيقة مهمة به اللي كونك توح للوزارة في تقسام 20 والله 10 والله 2.5 على وكالة معينة وتبضي يوسر من الزمن تعرفوا الفترات اللي كانت تدور الوزارة العياط حصر عند فمها ومقفول عليها شو من المراد هذا شيء خصوصي يعني نحن وإحنا عندنا تنظيمنا وعندنا إجراءاتنا أراعي اليوم من من من, من اليوم الوكالات كاملة مرتاحة وتعرف عن هذا عدل بشفاء وعدلته هي برصة احنا كهيئة احنا لا هم احنا لا جزء منه لذلك اشرفنا عليه وعدلنا في ذاك اليوم لا فيه اليوم حد يسوى منهم ما يعرف عنه عدل بطريقة شفافة وواضحة يبقى الصهون ولا يتم قضية الأسعار اللي تطرح الناس عن الوكالات انهم أسعارها غالية وعلنها طبعا تتفاوت هذه ملي هون الأخ محمود هاي قضية الأسعار قل لا نقول فيها إلا ذاك احنا اللي حددنا احنا ونص عليه البروتوكول لأن الحد معين بالتعاون ما بيننا احنا والشؤون الإسلامية على الحج اللي ما فوق المتوسط معدلينه علميا نعرفه باش ينكره وباش أمور يا غير نعرفه كامل احنا هون لأن غالبية رجال الوكالات تدور خدمات معينة كاملة يا غير هذه الخدمات مفتح لها مجال محضرك واحدين هون قال أنا اليوم إذا نعرفه إذا قلت له التي في حالة تذاكر مقطعة 1,840,000 الفقية يا غير ولاهم يدور التذكرة احنا ملي الصبح على سبيل المثال انا قد يجيني رقاش وبدلا من 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 من, من مليونين و900 يقطع لهم 1,600,000 و 3,600,000 و 500,000 غير لماذا ولا لا ينضيف له رعاية يدور رعاشة
هذا اللي السعر اللي فيه فيها لا عاشت المشاعر. ناس كاملة عاد واضحة لها أنها تدور الوكيل في يعود في غرف ويعود في بندقها ولا تتحول في دور اللي عاشر، هي تحدد اللي عاشر. ندور غرفة معينة، ندور فندق معينة، ما ها من ثلاث نجوم، ها من خمس نجوم، ولا أربع نجوم، كله يرتفع السعر. ها من أعلن الغرفة يعود معاي فيها لا رقاجي ونعود أنا ثالث. قال واحد يقول أنا غرفة ندور يعود فيها معاي لا رقاجي واحد وهو الفوقاني بالطبع أربع أشخاص خالقين مولد وكرم. سعر مول أربعة وسعر مول الغرفة ثلاثة وسعر مول اثنين، هذا ما هو واحد. أنا ندور خدمات ثانية في المشاعر، أنا ندور هذه أشياء غير اللي هون اللي يضبط. شنو نختار نقول للمواطنين؟ أعلن كل رقاج يا الله ذاك وقايل له الوكالات، وقلت لهم يا أمس في اجتماع أعلن كل رقاج فاضته العاطي يلا تنعطاله مقابلها من خدمات معينة. حد يدور اللاذ العادي سعره له قايلينه الفوق ما نجح دين. حد يدور خدمات فوق من ذاك لا يحدد لهم الحق، وذاك الملحق لا ينقال الحاج يدور ذي الخدمة وسعرها راعي وراعي هم مقعين عليه الأطراف الأذنين، معناها على أنه الوكالة مقع التزامها به والحاج قابل السعر اللي يحدد له فيه، وهذا نسخة منه فإذا كنت كحاج ونسخة منه عند الوكالة ونسخة منه عندنا احنا كمسؤولين أخير عن العملية كاملة. ما فيه وكالة لا يتمشي إلين تدخل في السيستم ما هي لجابت مجموعة عقودها واستلمناهم وعدلناهم، وهذا راهي وقعت عليه في دفتر التزامات وقبضنا على ماشي مع الحاج الفلاني اللي فهم نسخة من جوازه واسمه ومعلوماته كاملة وباقي الخدمات اللي معدلها. زيادة على ذلك هم اللي احنا هنا في إطار الاتفاق قررنا على فهم لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش والمتابعة مشكلة مناصفة ما بين القطاع الخاص والوزارة اللي تعاين هم اللي وتشوف الأمور كاملة. وارك راعينا منه كامل، حد عنده إشكالية مازال سابق يمشي احنا فاتحين له الأبواب، والصبح من نجي كلهم اللي لا نشوف سكنه ونزوروه ونطالعوا عليهم ونشوفوا وكل اللي عدلوا عملهم وانقالهم وعدلوا ذاك اللي عليهم، هذا 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 جيد ويحمد لهم. وذوك هم اللي ما عدلوا باذن الله يدور تسجل عليهم، ومن يعودهم تظلوا من اي حاج ذم نص، والنص انقلنا احنا من الاتفاق اللي ما بيننا سؤال الاتفاق اللي ما بيننا احنا والوكاله على اللي قال لهم اللي مشاكل الحاج تسوى فوريا وانيا. به للحاج اللي هو طابع ظرف زماني ومكاني محدد، معناها حد شافت رواية لا يتسوى حالا وقابل ذاك الضوابط والإمكانيات كاملة، وكيف ما عندهم هم ضمانات عندنا احنا لهم هم ضمانات، وانا اتكلم له الوكالات ويسمعون نظارة كل وكالة مقدمة ضمانا نحن حالا كأي تجمع لا يسلم نحن ضمان اياك نضمن احنا مملع لانه اي خلل في ذا اللي مورد ذا ضارك الصالية بقى على اني نختير نبههم لان ياسر مشي محمل الوكالات ما انا قابل على انه محمل. احنا في سوق مفتوح وفيه لا ينكرر ألاف من الوكالات ما عندها الحج، وفيه مش عدل إزاء هذا لا عدل إزاء هذا مهم ذي الحلقة قدر من المواطنين بشكل لا نقول مهم ذي الحلقة ضحايا. أنا قلت شو قلت الناس سليم سليم لا يذكر هون لأن كل وكالة جاها رقاج يا الله يتأكد على أنها مرخصة للحج. مرخصة للحج شنو معناها؟ على أنها عليها ملصق أصفر إلزاميا إحنا نلصقه فيه على ذي الوكالة مرخص لها كان أبيض سبب نعدله أصفر وذكرك أصفر، لعل ذي الوكالة كان عندها الحج 2019 كان أبيض عدلناها ذاك أصفر ومكتوب عليه على ذي الوكالة مرخص لها للحج 2022-1443 ومكتوبة التسعيرة حمراء على أن راه هي التسعيرة للحج المتوسط 2,941,000 هاي لهي ندخل عليها ونشد معها الأخبار ونعدل معها على أني نقول لهم اللي هون لا تعدل مع وكالة ما هو شي مكتوب لا تمشي من عنده ما فيدك ورقة وهذا قاعد ما هو جديد حتى البعث اليوم عندها دفاتر التزامات مع الحاج نفسه اي حاج صار ما سمع بعدها يعرف الله يعدل له به اللي الصبح هذا هو اللي يضمن له انه لا يبقى شيء من الامور تعدل به. اذا يا الله اي حاج وقوفنا امام المضاربات وقوفنا امام رقاج ينخدع والله يعود ضحيه لشي ما له بده منه عقب ذا كان هم اللي هامل الحاج نمشي براسي لا نمشي قريب ولا نمشي حد لو يدري كومس مني في ظرفيه معينه. والتوجيهات اللي عندنا متاكدين هم اللي على ذلك قالوا الوكالات الحقيقيه القائمه اللي مضبوطه واللي هي اللي يتعدل الحاج اعلن هذا الشكل من الممارسات ما تعدلوا يا غير ملي منبه المواطن لان كله يحتاط نفسه معناها على اني وكاله جيتها يلا عود مرخص لها ولا نشترك معاها انا قبل نسخه منه مكتوب انا ان شاء الله قاعد قابض من عندي 4 ملايين قابض من عندي 3 قابض مليونين هذا توافقت معاك على انه مقابل خدمات معينه اللي مشي بيها اياك الصبح طيب الى ما وعدلتني ونعد عندي شيء قدنا بشكل واضح عن الدوله عنها ما اعطت للوكاله الوكالات قرعة معينة ياك يتم ابتزاز الحاج والله ياك يتم إخضاعه للسوق مضاربات. واضح الدولة أعطت الوكالات قرعتهم ذي القرعة هذه وقربتهم من النص نتيجة للظروف اللي كان يتحدث عنها
عنها الأخ. إن الوكالات عاقب لهم قدر من الأحوال، والحج الذي جاي منه ما هو ياسر، وهم فعلا قطاع مشغل وقطاع مشغل الاقتصاد، موجود ضروري وجوده في الاقتصاد الوطني، ومن ضمن أدوات النهوض به العمل في ذا المجال اللي هو مجال الحج. يغير الذي نعطاهم موجب هذا الاتفاق من أجل لا يبتز الحاج. واضح. أنا مثلا ما معقول عن عود الحاج يعود أداة للمضاربة الدائمة، ويعود تم دائما تبيعوا هذه وتبيعوا هذه وتبيعوا هذه دين، يوصل لدرجة يعود ما مسكين ما هو عارف. هو اللي حدا عنه يحذر من الوسطاء. الوسطاء يا حجاج حذروا من الوسطاء الوسيط اللي لا تجي ما هو الوكالة، وكالة مسؤولة. المسؤول لا تجي واحد يقول لك واحد أنا لهنا هذا اللي قال التكوميس هو البلاء، بلاء الحقيقي. ولا يقول الحاج كذا، الحاج أي وكالة بالخدمات العادية اللي عند الوكالات، زادت عليك التسعيرة، علم وتعالى وظلم. ثقافة التظلم هي المشكلة. المواطن يالله تعود عنده ثقافة تظلم، ومن تظلم دور تنصف يغرد عود عندك ثقافة تظلم، ومنين تعود اللي عندك خدمات أي خدمات إضافية لا تقبل يكون تعود مكتوبة بينك أنت ودي الوكالة، ذي الخدمات ديرها بينها معك. معناها الدولة حاضرة، والدولة بالمناسبة قد تنظم 100,000 حاج ولا يمكن في التسبة. معناها ما هي عاجزة. لما عدلته من أجل إعانة مادة يغير مولي بصفة يعود يحس بها المواطن بكرامته، يعود ما يخضع فيها الالتزام. من يضمن على النهاية دفاتر الالتزامات لا يتم احترامها؟ طبعا الحاج يوقع دفتر التزامات مع القطاع الوصي والله بالخدمات من 1 إلى 20 والله اللي, 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 اللي معروف على كثير من هذه الأمور المنصوصة أن الحاج للأسف لا يشد لها أثرا. الضامن شنو على الحاج لا يتحصل بشكل فعلي على الخدمات اللي وقع عليها واللي تم الالتزام بها الحاج هو يدفع مقابلها الحاج هو وهك معاه الدولة ما سمع الإخلال كان يخلق من الإخلال كان يخلق من القطاع الوصي. أنا قايل هنا قايل للحجاج حالة قايل للحجاج حالة عن الدولة ماشي معاهم عن طريق المسؤولين عنهم كاملين، البعثة الرسمية، الوفد الرسمي والبعثة الرسمية والمنظمين اللي ماشيين معاهم. أنا قايل لهم قلت لك قايل لهم اللي كان أنا ماني كان ما نعرف ليش أنا قايل لك قايل لهم صح كان يخلق ياسر. أنا من بداية التسجيل إلى ظرك فات جاتني قريب من 200 حالة، فاتوا جاوني واحدين معدلين واحد متنازل عن بلو، واحدين كله يعود متنازل عن بلو، وفات قاعد عدلها وقعها عند النوتير والله لا يوقعها عند النوتير أنه متنازل عن بلو في اللائحة الواحد. وجاتنا العدد من الناس كبير كلها جاي. أنا لا والدتي كانت حيو تختار والله أنا ماني ماشي وبسبق والدتي في بلاصتي ويعرفوا شخلك، هم واحدين عندهم وسائل ضغط يعرفوا شخلك أبدا. بلاصت الحاج اللي فيها في القرعة اللي بوصفه حاج من يعود ما هو حاج ما عنده به علاقة. أنا نجحت في القرعة نستحقها من يعود أنا ماشي من راسي لين حج لين بشوك، من يعود ماني ماشي ما عندي علاقة بها ما نطيها باللي تحول الأحقية فيها لائحة الانتظار. خلق واحد لائحة الانتظار هو اللي استحقها قانونية وشرعا وانت ما عندك به علاقة. وهذا نبغي من الحجاج يسمعوه الليلة بهاللي هاي الحالة يوميا تصلي لشاطتنا. كل مادة جاية أنا طالع في اللائحة ومسبق فلان والله كذا والله متوافق أنا وفلان عليها كذا، هذه ما نفاتحين لها أي مجال. الأحقية في اللائحة لك بصك حاج، بصك أنت ماشي ليت عدل إجراءاتك وماشي حاج. أنت من تعود مالك معدل إجراءاتك أنت ما تيت عندك بها علاقة، ما تعطيها ما تتنازل عنها ولاش ليت تحول شور لائحة تكميلية. واللائحة التكميلية بالمناسبة ما هي صغيرة لعله يخليكش من الأحوال. لائحة تكميلية 50% معناها واعر عليها يكون تم استيعاب جميع الناس اللي تمشي درس وتعرف اللائحة التكميلية. وقال للحجاج نحن قبضنا الاستات الحجاج كاملين كلها عندنا رقم هاتفه قابضينه من عند وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. وبالتالي اتصلنا جميعهم اتصلنا عليه، اللي منهم ما جبرنا لا هو تلفونه مقفول والله ما
وغالبيتهم أكثر من 80% أو 90% اتصلنا بهم للائحة وندور نعدلوها للائحة التكميلية وطالبين منهم كاملين يعودوا على استعداد وقايلين لهم عن الوقت ما هو صالح ما هو صالح للتسجيل، لأن بالنسبة للائحة الرسمية وافية الصبح الساعة 5 الصبح الأربعاء الساعة 5 اللائحة الرسمية وافية تسجيلها، ولا هي تبدأ لائحة الانتظار مباشرة من صباح الخميس ليوم الجمعة، ويوم الخميس لا تسجل فيه اللائحة التكميلية وفق معايير واضحة، معناها لا ينقبض ولا يسجل لا الأرقام يوم الخميس لا يسجل لا الأرقام اللي قال لي مثلا اللائحة الرسمية قال لي نعتبره لائحة رسمية في واحدة من ولايات نواكشوط قال لي 10 مقاعد ولا قال لها 11 مقعد ولا قال لها 5 مقاعد، ذو اللي قال لها هنا قبلوا الخمسة الأولى من يعودوا قال لها 5 هنا قبلوا الخمسة الأولى من لائحة الانتظار هي اللي لا تنقبل يوم الخميس، لأن قال عن المعني اليوم يوم الخميس الخمسة الأولى، منين ما يجوا ذوك الخمسة الأولى والله يبقى منهم واحد الصبح يوم الجمعة ما تلا عنينا في ترتيب لائحة الانتظار، إيه الأول جانا من لائحة الانتظار لا يندر، وأنا فهمته معناها يوم الخميس لائحة الانتظار لا يحترم فيها ترتيب المطلوب، معناها نحن طالبين 5 من عند 1 إلى 5 من لائحة الانتظار يوم الخميس هم اللي مهيئين عنهم يسجلوا، في حالة عنهم جاءوا وفات الرواية، في حالة عنهم ما جاءوا يوم الجمعة الأول جاء من لائحة الانتظار يعملوا رقم 40 لا يسجل. لكن لماذا؟ طبعا لماذا؟ لأن الوقت ما الوقت توفى الوقت توفى وإذا قاعد طبيعي في لائحة الانتظار طبيعي في لائحة الانتظار طبيعي عامل الوقت يوم الجمعة لا يتي والله ينقفل يبقى رقم فهم تدخل فيه مساومات ولا كذا. هذه من ضمن الأمور اللي كانت تسبب ياسر المساومات والأمور اللي تحت الطاولة. كذلك من ضمنها والله من ضمن اللي كانوا يشيع أفطاني قد يعود ما هو حق به اللي نحن شاهدنا الإعلام تارك حالة ما لك لا تفرف السائل الإعلام إن قال لك وزارة الشؤون الإسلامية كانت تشري الإقلام بالفوقية عن محكمة حسابات تقريرها قالت عن وزارة الشؤون الإسلامية كانت تشري الإقلام بالفوقية وهذا ما كون ملانا من نشي راه بعد ما أنا معني به ولا هو زمن قاعدة يغرسه ما هو خارج تقارير محكمة حسابات ما هو فيه ولا خارج غير عند من تخلق اي روايه تعلق فيها علاقه على وزاره الشؤون الاسلاميه والله على وزاره اخرى تعلق علاقه وتصبح حاله وصوره نمطيه عند الناس. من ضمن اللي كان ينقال مثلا عن الوكالات عنهم كانوا فهم مسؤولين الوزاره في مستوى من الرشوه وفهم شيء من تحت الطاوله وفهم كذا مرسل الوكالات بعض ظهر الوزاره بينها معاهم الاتحاد الوطني لارباب العمل مد وعدل معها اتفاق هاكو سيروا امور وكالاتكم انا ما تجيني وكاله فهم ما عندي علاقه بوكاله اقصى شيء يجيني يشوف واحدين رئيس مصلحه فهم اذا عادوا كانوا وقلال قاع اذا عادوا قد تنظموا الحج فتره معينه يجوا عندهم سجلهم تعدلهم افاده عنهم فعلا قد تنظموا الحج فتره معينه عنهم شاركوا في تنظيم الحج وتم بها ماشي هو قدر عندنا بهم ما عندنا بهم علاقه عنا نطوهم والله عنا نكردوا عنهم والله شيء هاي روايه تولتها هيئه وخلاص ذيك الروايات اللي شوي تحت وشوي كذاك ما هو خالي الامور تعود واضحه الحال بحول الله تعالى لا يمشي ولا يمشي بصوره مسقمه للناس كامله وبشكل واضح للناس كامله وقايل للحجاج درك رانا فتنه بدانا نعدلوا لهم مجموعات على الواتساب في الداخل اللي منهم في الداخل واللي منهم في المقشوط كامل بدانا نعدلوا مجموعات على الواتساب كلها يقودها واحد من المديرين وانا في ذيك المجموعات بدات دخلتها من اليوم وهدفنا عنها تأطيرهم وعدلنا صفحة على الفيسبوك هدفنا منها عن نعدلوا قدر من الانتاج والتصاميم المتعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي والديني والمدني للحجاج وعنها تعود على ذيك الصفحة وتعود على مجموعات واتساب اللي نعدلوها جميع الحجاج ولا لا يأخذ عنها ما حد ما 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 عاد عنده رقم على الواتساب بين اللي من ضمن إجراءات التسجيل أن الحاج يعطينا رقم واتساب ندور الحاج نعود متواصل معها بشكل ميداني وفي المدينة وفي مكة لا ينعودوا معاه بشكل ميداني ولا ينعودوا نحن هو شيء واحد وذيك الأمور اللي كان واحد الفوق في السماء والحجاج ما عارف لهم حد شيء الحجاج لا ينعودوا معاه لا ينعودوا معاهم معناها لا يتم وجوههم ولا يتم بعلاقتنا بهم نحن محرم علينا أننا نسكن معاهم في نفس السكن بعد محرم عليها موجب القانون هك حرم عليها نسكن معاهم في نفس السكن يغير لا سكن هو المعود يغير نحن ندور تم ولا معه واضح وبالتالي لا ينتموا ومشاكلهم لا ينتموا ماك بينها لحظيا وآنيا وحاج أصيب نحن أصيبنا وحاج ما تغدى نحن ما لا نتغدى وحاج ما تعشى ما أنا متعشي معناها نحن 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 وجودنا وفلسفتنا من أجل خدمة هذا الحاج ودور يفهم الحاج فعلا عن نسعى لخدمته قضية عن الحاج كامل عن الحجاج كاملين يرضاوا عنهم يعودوا دمونك عندهم زينا عندنا ونلودوها غير ملي نعرفه ونبوبه مبدئيا عن خارج ياسر الناس فعلا ما هو لا يرضى يسوى العدتر ما هو لا يرضى غير بعد ما لديه نبخله طيب. والتحدي قدامنا طيب تكملة كيف تقولوا تكملة سألت عن الضامن هذه المسائل كاملة وقاعد الفائدة والهدف ملي وإزاك الله خير من ذا اللقاء اللي هو توضيح للمواطن وللناس
الطريق رياضة كرد، وهذا هو اللي علينا. احنا بدنا نتعود بيناتها شيء مكتوب معناه انه واضح، ولا يزيدك صقع. احنا ذو الموريتاني هم اصحاب اليتافق، وكما اشرت قبيل احنا ذو كقطاع خاص كوكالات مهنية، ناس كاملة تعرف ان طورنا منظومة الخدمة على جميع المستويات. واصعب الخارج اهل موريتاني، اصعب الخارج حد يعطيك فضته من اهل موريتاني، من اللي للاسف، وهذا انا بعد للاسف اللي بعد لا نجبر فرصة نقوله، على انك يجوك ضار كان واقف مضبطة وعندهم الفضاء وعندهم الامكانيات وكانوا مشاركين في القرعة وترضاوا الحمد لله من الحاج السنة بعد ياسر منهم اللي حاني في القرعة كانوا يجبر القرعة، معناه انه يلوذ الالف ويلوذ الالفين، ومنين يمشي معاكم ملي وش بايع وش من الخدمه يشك على انه ملك راقب تقع هي الاولى. وكاركارا اللي قال له تفاقه الموريتاني وتعطيه بالخدمه ولا يقدروا قاع شي يسوسن ويهينوك على كل مرد يسويسن اذا الصقع لا بينك انت وهم رد وبينك مراد فلا حرا شي مكتوب. معناها معناها اني معناها اني بكل امانه ذلك احنا اللي قد نقولوا الا على يا يعطي حد فضته ما على شي مكتوب له، ومن ما يعدل ذاك المكتوب له بأبواب مفتوحة ليطرحها، سواء كان هون ضرك مزلنا شادين الأخبار هون حد ما تفاوق مع حد يفتصال معه ضرك منهم نهائيا، ومن ما يكتب له يفتصال معه، ومن يزيد عليه بطريقة ما هي صالحة معناه أنه ما تفاوق يعدل البرنامج وذا مزال ضرك ما فاتر قايز ضبط شي يسوي شنه، ومن اللي يتعاقد معه على رواية مكتوبة يا الله يرفد معه عقده، ومن ما يعدل له خدمته لأبواب مفتوحة للتظلم. قلت أنا أن الدولة كيما أشار المدير مفتوحة أبوابها وهذا شأنها، وراه هو يقدر قاعد يتخطاها ويقصوك ما جانا احنا يا غير قاعد يسبق فينا احنا وين يسبق فينا احنا دور تبرد بالأخلاق يا ليلى دور عيط للشخص ويتم التثبت إلى اللي عاد عنده الحق دور ينعطى له عاد ما عنده الحق لا يوضح لهم اللي اللي الله يعدل فيه ويظهر لي الصقاع على هون ياسر من اللغط الا اللغط الإعلامي احنا للأسف عادت الوسائط ياسر من البلاد ترفض لا ذاك اللي ما هو صالح الله اللي من الحج قاع لا ما هم كثروا والله اللي من الناس ياسر منها حق على انه هو انظر ياسر من الناس اللي ود الحج يا غير قاع ياسر من الناس اللي هاموا الحج عند الوكالات والزمن احجز وعدل برنامج وعدل امور وذي الناس اللي ما جابر الطرق كل شيء تعيط عليه شو يقولوا اعلنوا به الوعر شو يقولوا اعلنوا قافض عليه هذا ما هو حق هذا ما هو حق ناس من رمضان منين نعلن عن الحج بدأت ولا فيهم اللي قاع لها نقول لك بكل امانه على ان الوكالات كيف المؤسسات كامله اغلبها قاع له زبناء زبناء المحترمين لجوا خارج قاعدة قلت لي نتمنى نكررها ليش من التجار ونشتغلوا وكل هي يبني ماركة ويبني اسم معين في تاريخه كامل ولا خارج حد ما يبغي يحافظ على زبناء وتحافظ عليهم الا بالمودة وشي متعدل وبذاك اللي مشيت به ما يحقرك عليه وقاعدة في السياحة قاعدة في السياحة لأن الحاج اللي مش عدت له خدماته ومش مرتاح يقد يجيب لك ذلك الوقت غير ذاك اللي ما مش مرتاح يرد عنك عشرة هذا معروف ورد عنك عشرة مباشرة معناها أنك أي خطوة عدلت قاع ما هي سليمة تضرك أنت من نفسك والله نأكدوا ألا علينا نعيش وتحدي يؤخذ على وكالات السياحة علينا ليس فيه وكالات فاعلة ومستمرة جبروا منها المواطنين مشاكل كبيرة يجبوا المواطنين فضلتهم وتنتكل وذيك الوكالات مسألة موجودة وتمارس نشاطها هذا لماذا؟ على كل حال احنا 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 حسب علمنا ما قط ذو السنوات الماضيه كامله على مستوى الحج والحج من اللي قاع روايه اخرى به اللي تدوروه دولتين واجهزه مختلفه اختار سوى المدير بعد قاع كان عنده رساله من السلطات السعوديه على اي مخالفه لبعض وكاله من الوكالات ابدا ما هي موجوده وفي نفس الوقت احنا كهيئه ما عندنا اي تظلم قط استلمنا بعض التظلمات ولا فيها ما هم مسوين عندنا محاضر تسويته وهي في اطار التعاملات وفي طار الامور اليوميه هاي خلق ياسر من الامور منه لحقك يلا تعدل فيه ذاك يلا تعدل وياسر منه قاع لا من يتجب عليها هو لك مراد اخرى هي لك امور ثانيه قاع الوكالات فيها شيء يمارس اعمال ثانيه وفيها شيء يمارس امور خارجه عن عمل الوكاله وهو في نفس الوقت في عنوانه يا غير بعد ذي المنظومه اللي تجي تضمن احنا معاه اللي هي قضيه الحج وبالخصوص من 2018 على الاله اللي احنا نسيروه بشكل مباشر اتحدى وقل أتحد أي حد عنده تظلم فيه اليوم والتظلمات القطجات الاتحادية وسوات كاملة ولكن ما أشار السيد المدير إحنا ملك اتحادية نرافقه كاتحادية مسؤولة عام وممثلي الوكالات اللي مثلون ملي ملزمين برافق حجاجهم كاملين ولذلك اللاكي ما يشير علينا ماشيين معطرينهم ماشيين معاونينهم وماشيين اتفاق معاهم إلين عملية الحج هنا بقاء وراهم صفوا أمورنا كاملة ولا عندنا ملف
دارك في شيء يسوي شيء. الأمور الشخصية الثانية دائما نسمع شيء من الأمور شيء من البلاد شيء من القضايا، وأغلبوا بعد اللي الممارسات ما هي صالحة ونهيا عنها. قد تسمعنا مرة ماضية رقاشي شيء لرقاشي 9 أشهر والله 8 الحج ما بتخلي بيعزة شهية ويبيع له الحج مثل السعر الحقيقي. هاي مغامرات ولا تعدل هون. احنا للاسف عندنا هون شيء من الممارسات في مجال المال ومجال مخزي ولا ينقرب قاع يا غير بعد الله. كيف هذه الامور بيع الديار بشيء تبيع دارك وتنباع قدامك بنص قدر من المسائل اللي حقيقه يعدلها الوقيش بخيارهم. ولذلك ما عندك فيش قد تسمعنا قطعا على الوكاله غير بعدك الوكاله نخط عليها عند المنظومه ونخط عليها بجميع الجهات كامله علم ولا هاك بطرني يسوي كرد الخلو مر يا اخي بعد ما عدلها عنده حج ولا مرخص له حج وش من البلاد عدلهم وتعاون ذيك الساعه كاملين اعلن منها كامل قد عالج يمشي الا عالج يا غير بعد احنا ما تعنينا من جهه ولا تعني الحج ولا هي مرخص للحج ولا هي من وكالات الحج وهذه امور تخلق يوم معين قلت اسمع لان هذه الاشياء غير نقول لك اللي ينقال في السوق كامل ذاك الاساس اللي اكد لا اعلن من يوم ما قبضنا المسؤوليه اعلن ما هو حد يسوى منه ولا هي الاكد من انت نديره اياك نظم من اليوم على ان رانا جاهزين الصبح للتظلمات وجاهزين لمغدا وجاهزين في السعوديه والاداره الوزاره مفتوحه اللي رقاز ولا هي شيء حد ما احاله ان حاله نبحث فيه ونعدل فيه ذاك اللي يلا وعدل والله اللي بالنص قاع احنا 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 كمؤسسات احرص احنا على حجاجنا واحرص على يمشوا راضيين ومتمكنين ويعدل ذاك اللي يلا وعدلهم كامل. وقطعا بعد ناكد اعلني باسم الاتحاد الوطني ارباب العمل الموريتاني اعلن حريصين حتى السنه على انجاح الموسم لان التحضير له واشراكنا فيه كان من مستوى معين يلزمنا حتى بنتضاعف ونتفانى من اجل انجاحه وباذن الله لا لا ينطمع الناس كامل على درع الموسم ناجح على جميع المستويات باذن الله تبارك وتعالى. طيب السيد المدير ما يتعلق بالنقل؟ طيب نقل عندنا النقل عنك عليه النقل الداخلي. نعم النقل الداخلي. النقل الداخلي ما عنده مشكله ثم اللي قالوا النقل بين 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 مكه والمدينه والنقل بين مكه وجده مسابحه حاله ما عنده مشكله ما يطرح ياس المشاكل. النقل اللي يطرح المشكلات هو النقل من مكه الى المشاعر هو اللي يطرح المشكلات دائما بيهل الناس كامله متجهه الى المشاعر المقدسه كيام المشاعر. هذا النقل بالنسبه للمطوف الخزمته اللي عنده عنه متحمله غير فهم عندك مشكله قالها نظام الردين ملتزم بنظام الردين معناها لا يمشي ب 50% من الحجاج 50% له يرجعوا لها الكرام. غير اللي مشاهد عن دائما تطرح مشكله النقل بشكل ملح منين ينتقل على ذاك اللي يرجع به اللي في النهايه واقعيا لا يعود صعب الرجوع اللي الناس كامل ما شوك لا يعود ذوك الباصات اللي ماشه ما ترى عندها افق للرجوع. نحن اتخذنا حل هو اللي قالوا النقل الإضافي. شو النقل الإضافي؟ معناها ذاك اللي قد ينتقل في الفوج الأول بسم الله مرحبا وذاك اللي ما قد له يعود باصات جاهزين النقل وتنطلق الناس كاملة في البلد إن شاء الله بحول الله تعالى. ياك ما تنطرح ذيك الإشكالية اللي دائما تنطرح حجاج يا طياسر غالبهم المشي وفم صعب به اللي تأخر دقائق يكلفك ساعات تتأخر دقائق تتكلف تتأخر 5 ساعات 6 7 به اللي لا يتنقفل الطريق وبالتالي حاولنا التغلب عليه بهذا اللي هو قضية إيه برمجنا التغلب عليه برمجنا التغلب قلت لك الأمور اللي شابت واللي أكدت عليها قضية النقل للمشاعر. نعم. اللي قال لك البعثة بالنسبة لقضية النقل الإضافي ظاهرنا عنه آلية للتغلب على مشكلة النقل هوك يبقى الصد حقيقة التحدي الأكبر وذا اللي ينقال له انتظام الحاج الموريتاني ونحتاجه فعلا نحتاجه فترة من توعيته وتثقيفه يا الله الحاج الليلة طالما الحجاج اللي صنته وذل الله يعقوي صنته عنهم فعلا عن أي حاج ماشي يا الله يطرح باله ويا الله يعود يعرف عنه يمثل راسه ويمثل بلده وعنا بحاجه له كحاج منتظم كحاج معناها الحزازات النفسيه وانا وذاك من 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 الامور يا الله حد يحاول يتنازل شوي من برجه العاجي وينزل المستوى نحن شوي لينعود يقد يسير عنه ماشي مهمه يا الله الحاج يسوى مستواه يا الله يعرف عنه يا الله يسير الحجاج لين نظموهم وفق مجموعات ولا تعود كل مجموعه عندها منظم
يود هو أداة الارتباط بها الكلية. وهذا منين يخلق؟ يخلق ذا النظام. ما لي تطرح مشكلة في النقل تفويج، ما لي تطرح فيه مشكلة، ولا لي تطرح مشكلة في التسكين، ومنين تعود الناس ما بي عن النظام، وكلها هم هو الأول يسوى اللي خلق، وكلها ناسي عنه موجود في إطار مجموع، فعلا لا يتنطرح التحدي. وطالب والي عنه يا الله يفهموا الحجاج الموريتانيين على مصلحتهم قضية اللي قالوا الانتظام مهما يكون، النظام والانسجام أساسي. أو دائما مدى لا من تدخل مشاعر الطائر كل حد يقسجها، ومن تدخل حرمة الطائر، بينما تجبر حجاج الدول الأخرى مدى منظمة وماشة في بلد، تطوف في بلد، تسعى في بلد، وفي المشاعر في بلد، ومدى منظمة، بينما نحن كلنا منين هيش خط. هذا يطرح سؤال كبير، أنه بعد من سنوات كامل وتراكم الخبرة عند القطاع المعني، ما زال التأطير لدى الحجاج الموريتانيين يكاد يكون موجودا خاصة الحاج. لكن قبل ذلك اسمحوا لي حتى ما يمشي علينا الوقت، استطلعنا آراء بعض الحجاج اليوم في المقرات المخصصة لإنهاء الخدمات المتعلقة بحجهم، استطلعنا آراءهم، نتابع هذه الآراء ثم نعود بحول الله تعالى. اللي عدل فيه في البداية في القرعة اللي كنا فيها كان جيد، يا غير عندنا نقص، لأن هذا كان سنتراليز على نواكشوط، والناس اللي الداخل تأثر من هذا. هذا كان يلتم عودوا فتحونا في أماكننا اللي وعدنا فيهم الاقتراع. التكاليف باهظة للمواطن، هذا 1,250,000، هذا 200 على المواطن. أنا جيت من ماليبو يامس وجيت لله اليوم مع أصباح، وجبرتهم هون كاملين عندهم الليست كاملين عدل، لا بار بروبليم بقى، لا تعدل صافي، يعطيك رقمك تحاني لين تورجيت تعدل ارن. ما شاء الله جيد وشفافة صراحة، شفافة، سجل انت حظك، ما لاحظتيش وشنو، حتى قاع في الحالات الطبيعية عند الإحصاء الأمور كانت كاملة مسجلة وكانت فم قائمة، وكل يجي حسب رقمه ويعيض له ويدخل ويسجل. جينا ولاية نواكشوط الشمالية، نحن الحجاج طالعين بالقرعة، كان الحمد لله تيسر أمور ميسرة ما شاء الله، جيناهم هون وعطاونا رسي وقسنا البنك وخلصنا الحمد لله، ورجعنا هون كانت رجالات وضحوا لنا مالي الحمد لله طريق تدقة الحجاج، وضحوا لنا الطريق كامل مشينا عليه الحمد لله. طيب قبل أن نجيب على المواطن اللي ذكر عليه قضية ومركزة شوي إنها للداخلة، ما يتعلق بالتأطير، تأطير الحجاج الموريتانيين، هذا مشكل كبير طبعا. بعد من السنين كامل مثلا الحجاج الموريتانيين من يجوا المشاعر المقدسة يتوه، كل واحد يمشي وحده. نعم نحن تعرف، وهذا نتيجة يدل على شيء، يدل على البعثة اللي تمشي ما تعود عندها خطة واضحة ولا عندها معالم اللي تمشي عليها يتضبط الناس إليه، لأن الناس في النهاية منين تشوف على أنها فمد اللي تضبطها وفمد ما بيحد عنها. طيب عن على حال هذا جزء من يعني هذه نتيجة نتيجة لهذا ونتيجة لشيات أخرى، ما هو لا قصرها على النتيجة. فعلا أكيد أن أي تراخي من المؤطرين قطعا عنه يسبب تفلت ويسبب زيادة في الإخلال بالنظام. وفهم اللي طبيعتنا احنا، طبيعة الحاج الموريتاني وطبيعة الإنسان الموريتاني اللي قال انت انطاك تعرف نعرف أنا عني، أنا عن الإنسان اللي عندنا هون عن إنسان مثالي جدا على المستوى الفردي، على المستوى الفردي. من انت جبر الإنسان التاكسي أولك هو ضد الرشوة، ضد الزبونية، ضد المحسوبية ويناضل من أجلها، وضد الفساد وضد كل شيء ما شاء الله. ومن أنت جبره لا يلقي كلمة، هذا هو عجيب ما شاء الله، مثالي جدا. ومن أنت جبره على المنبر مثالي جدا، يغير أخلطه في مجموعة، دير في مجموعة لا يتشوف شخص عجيب، خرصه في قبيلة مثلا في اجتماعات ولا في كذا ولا نحن يلا نحضره، هي لاكحك وحد يحوص وحد كذا وحد كذا، تنتقل لك هذا 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 الشخص هو كفر آية ظاهرة، نحن كأفراد ظاهرة، غير منين اجتمعوا هو الكل يساوي صفر. هي المشكلة، الكل قاعدة عند الكل يساوي صفر، هي المشكلة. المشكلة عنك تم إنسان فاضل وإنسان مثالي، إنسان يجتمع مع ثانية والله لا، لذلك دوره عد هو الأول دائماً.
نظام السباق منين تحاول تقصر ولا تأضر على تنغرق نفسه. طيب معناها الإشكال موجودة فعلا ونحتاجه فعلا. تحتاج ياسر من التربية، يحتاج ياسر من التكوين، يحتاج ياسر من التطبيق، يحتاج ياسر من الإقناع. وإشكالية الحجم اللي عندك دائما ذا اللي يمشي لك ذاك ما قطمش. أيوة كانت رواية تجدد ذا قط واحد قطمش حق عنه قد يعود عنده استعدادك هذا واحد جاي من بعيد. طيب لماذا سؤال هذا الخلطة، لماذا مركزت هذا للمرة في نواكشوط؟ لسببين، السبب الأول هو العدد والسبب الثاني هو الوقت. الوقت لم يعد لا يسمح نهائيا، هم الشهر ليس أنت ولا يمشوا وما لا يعشرين فيه، معناها ما زالت قدامه جميع إجراءاتهم اللي ما توفى، وبالتالي هذا ما يسمح بأن ينطلقوا بعثات خلص لبعض الولاية طالعة فيه ستة والله خمسة كانك لا يتعدلهم بعثة ولا يتمشي شورهم ولا يتعدلهم إجراءاتهم هك وهم لا يجوا بعد سبع الله اثنين. هذا كان تخلق به اللي أولا العدد يسمح ويبرر الصرف، ثانيا الوقت يسمح، الوقت ما يسمح ولا برصه، بالتالي لا بد من الحاج اللي موجود في الداخل يتحمل جزء من 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 فعلا من تبعات الوضع الموجود، يغار لا فرسي الحال بدونه ما يصح. فكرنا في الأمر غير ذا، هو ما تري يسمح الوقت يكون بعنوجي وحالا قاعد يخدمنا اللي الحاج مازال يحتاج تغطي خدمنا لا عن الحاج يصيب راسه الحاج ما ترى عنده الوقت لياسر من بلاد الحاج مضر يا الله صيب راسه الحاج اللي مازال يحتاج ياسم تكوين ياسم تعطيل فهم دروس يا الله يحضر لها فهم توجيهات يا الله يحضر لها بالإضافة للإجراءات الأخرى الصحية اللي تحتاج أيام به اللي عنده حقنات ما تقدر تندار في يوم واحد وعنده قدر من عنده قدر ومزالت البصمة لا يتعدل ومزالت التأشيرات اللي يجي هذا كامل كله مزال لا يمشى عبر المسار الإلكتروني ولا يجي هذا كامل يحتاج عن الحاج أنه يا الله يصيب راسه شو. طيب عندنا حدود دقيقة ما يتعلق بذكرته وين الحاج المرتين وما يقدر يتنظم لا على كل حال ما أنا مطولين في ذوته بالله نقوله قاعد لا على أنه كامل يلحقنا نخلو عنه أسلوب البداو ولقيت كيف ما سار ولا بعد قاعد هم كبعثة ما يقدر قاعد طالب هو شبيه للحاج اللي جايه حد ما قط حاج وعلى الأقل بعد ما قط حاج في 5 سنين أنا نعاقب له ياسر وشي غير قاعد احنا تمشي معنا الناس بحاج اللي هتحج مرات ما في إشكالية طمع لأن اللي قالوا الحاج الموريتاني ما يعرف التفاك العالم ترى وكالة عنده 6007 وهذا عادي كامل لا يتركب كامل في بلد ولا يتنقز في بلد ولا يتصير سير ضعفاءها ولا يتمشي احنا لا هنا قبضوا يوم عرفة معروف على ان عرفة كلها موقف وعلى ان عندنا مخيم وعلى ان عندنا لحظة معينة وعلى ان عندنا باصات لا يتنفر وعلى ان عندنا لا هي يربطوا واحدين رؤوس مراهم افتاوهم العلماء وقاعدين معاهم اكابر العلماء كاملين ما حركوا عن الخيم واحد لا بد ان يدفع في الحر ويكسر راسه وياك يطلع الجبل ويعقب يتفقع عن المخيم وتعقب تتحراه لين يخلق لك زحمه ويعقب قاعد يمشي على رجليه وقدر مشي اللي حقيقه لا ينبغي ترى ذلك والله اللي من السنه بعد ياسر مشي ما مقبول به اللي الموجود لا ناس صغار من 65 بما تعد يلا عودوا على المستوى وانا بعد للاسف اللي نشبه قاعد دائما اللي ينسجم يروق الكبار واللي ينسجم دائما اهل البادي لا وين هو واحد شاك انه حضر من النقاج ومد منه وثقف وهو اكثرها فوضويه ولا هو اللي يقبل يتفق مع امراه ولا يقبل هذا اتفاق وهذا حج يلا اتفق فيه الناس كامل وكما قلت لك احنا نوفر لهم خدمات معينه ويمشوا عنها نوقفوا لهم باصات المزارات لا ينقصوا 3 ولا 4 الاخرين هامهم الرقاد ولان فيه منين عد الصبح ما مشيتونا ما تقدر تمشوا يا باصات انكرات منين يجوا لمكه ما زالوا جايين ولا يستهدوا نوقفوا لهم باصات ومطوفين وما ادري ايش معاهم لين تردهم يا دفعوا واحد اخبارنا احنا ما لنا حانوا ذاك يستحمي حانوا ذاك اذا ما هو خال المهم علينا نروح اتفاق ينبغي علينا نفهم على هذه العمليه تحتاج اتفاق وظاهر انه راجين ان شاء الله على ان المواطنين وزاكه غير بعد كثروا انتم حلقات توعيه في هذه الفتره ما بين الحج ويلا يبداوا الرياضه احنا من اللي ما نقوطر ولا نعرف الحركه ولا انا وكل شيء مثقل علينا وهي على كل حال الحج في قدر من المشقه وراه قدام قدر من الحرب الى شهر 7 وعليك الاساس يا الله كاملين تعودوا تو فعلا على ان واعدين عمليه جهاد وقدر من الشيء النفس وقدر من الامور يلا يتقدم غير بعد الله ناكد ختاما هو اللي ينقال كامل على نحن بعد كوكالات أرانا على مسؤولياتنا ويلا نقول كل الرجاج على إنه ذاك قد ينقبض منه 4 ملايين وقد 5 وقد 6 هذا مقابل خدمات معينة ذاك ينقبض منك من الفضل يلا تحرص على إنك تقوم الخدمات. طيب انتهى الوقت المخصص لهذا اللقاء في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين
أشكر ضيوفنا الأكارم السيد الولي طه مدير الحج بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، شكرا لكم. كما أشكر كذلك السيد أحمد العلي نائب رئيس اتحادية السياحة، شكرا لكم. شكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات المخرج دحول الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.